أفادت صحيفة ديلي إكسبرس أن براين دوس المتواجد في أثينا بولاية أوهايو الأمريكية جعل من كتفه ولحيته منزلا لفرخة اسمها بيبس لإبقائها دافئة، إلا أن الفرخة التي بلغت من العمر 10 أسابيع قد كبر حجمها ولم تعد لحية صاحبها تناسبها، حيث قال براين إنه أمضى 2 أسبوع كاملين وبمعدل 24 ساعة في اليوم في رعاية بيبس، لكنها أصبحت الآن بطة كبيرة فقرر وضعها في قفص وهي تتحدث إليه باستمرار من خلال الزقزقة.